بعد ما جهود الدفاع يعني جهود الدفاع المدني اليوم اول مره متواجدين فرقنا وتم اجراء اللازم اخلال المصابين ونقلهم احنا وزاره الصحه سيد قادر عمليات موجود سيد قادر عمليات الرصاف موجود مع السيد الوزير على اتصال مباشر معنا الاسباب لن تتضح بعد الاخوان في مديريه المتفجرات وزاره الداخليه يعكفون الان على في الموقع على تحليل وتقصي اسباب ممكن يكون سهريج يعني مفخخ لماذا نفترض ما هي الا ساعه او اقل سيعلنون الاخوان في مديريه المتفجرات السبب الحقيقي ان شاء الله تتوفر حصيله سياده اللواء وزاره الصحه معنيه بالحصيله جنابه وزاره الصحه موجود الاخ مدير عمليات وزاره الصحه ايضا تواجدت في الميدان نعم موجود الان هون شكرا.